الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وما هذه الدنيا بدار استراحة أبدا، وما هذه الدنيا بدار استراحة وتحصيل لذات لغير البهائم. ألم تر آل الله كيف تراكمت عليهم صروف الدار أي تراكم. وما هذه الدنيا بدار استراحة، دار تعب وتحصيل لذات لغير البغائم. ألم تر آل الله كيف تراكمت عليهم صروف الدار تراكم. أما شرقت بنت النبي بريقها، أما شرقت بنت النبي بريقها، وجرعها الأعداء طعم العلاقم. أما شرقت بنت النبي بريقها، وجرعها الأعداء طعم العلاقم. أما عصرت بين الجدار وبابها، أما عصرت بين الجدار وبابها، أما نبت المسمار في صدر فاطم. خوش قصيدة، أول مرة أقرأها. إي والله بنت النبي بريقها، وجرعها الأعداء طعم العلاقم. أما عصرت بين الجدار وبابها، أما نبت المثمار في صدر فاطم، أما نبت المثمار في صدر فاطم. أما أسقطوها الله قومها، أما أسقطوها، أما أسقطوها، لا رعى الله قومها. ووش حمتنا يا بغي شر غاشم شر ظالم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما هي العادة في السنة الماضية بالفاطميات الثلاث، وهذه السنة ونحن على أعتاب الثالثة بين الثانية والثالثة، جعلت كل أبحاث المتصلة من الفاطمية الأولى إلى الثالثة مستوحات من فقرات من خطبة الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام. وعلى نفس هذا الأساس أكمل وأسير. أكو فقرات في خطبة الزهراء أستفيد منها شيء من الأشياء، مثلا من هذه الفقرات الأحبة وياي ولا، هكذا تقول أم الحسن سلام الله عليها، هاي أستفيد منها، أستوحي منها هاي الفقرة وبعد كم فقرة. وما أتصور راح البحث أكمل هنا، أنا أتصور راح، أنا عندي 3 أيام بالسماوه إن شاء الله مباشرة وعلى أنوار كذلك المجلس، فأيضا سأكمله إذا ما لحقنا نكمل هناك، هنا نكمل هناك. الفقرات هاي الفقرات هكذا تقول
وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبده ورسوله، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وهذا ثابت في عقيدة أتباع آل البيت من خلال رواياتهم المتواترة وحتى من خلال آيات قرآنية، بس الغير ما يفهم هذا الحكي. اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، قبل أصلا، قبل آدم مقصود، وسماه قبل أن اجتبله. الله سمى أبي قبل أن شنو؟ اجتبله. واصطفاه قبل أن ابتعثه. كلام هذا أنا الشاهد مو هنا أنا، بس الشاهد مرتبط بذني، فذني يكون أقراهن، وإلا هاي كل فقرة حاجي واي. زين، إذ الخلق، هاي شو وقت أبوك رب العالمين اختاره وانتجبه واصطفاه قبل كل شيء، هاي شو وقت ذني الله اختاره واصطفاه؟ تقول إذ الخلائق بالغيب مكنونة محفوظة، يعني الخلائق جاية وبعدها ما جاية، بالغيب شنو؟ مكنونة محفوظة، يعني بعدها ما جاية. هذا أنه قبل أن تكون الشمس مضيئة والقمر منير، سماء ما أدري مبنية موتشي، وأرض شنو؟ مدحية. وقبل قبل 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 أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ثم خلق منه كل خير كما يقول صلى الله عليه وآله. وياي وياي، إش وقت الله اختاره انتجبه سماه اصطفاه؟ تقول إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الله، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. هسه إلى أن تقول ابتعثه الله إتماما لأمره، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذا لمقادير حتمه. منا راح يبدي محل الشاهد الأريدة، بس هذا مرتبط بذاك، ولهذا قرأت ذن العبائر، ما أرد أضيع وقت، وإن كان هو قراءة فقرات خطبتها أصلا بدون شرح، هو بركة وخير ونور وعلم وفائدة ومعرفة كثيرة، فكيف إذا جو ياها فقه الكلام ومعرفة الكلام. وياي أحبابي تابعوني. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شوف، تقول منكرة لله مع عرفانها، هذا أول شيء كمحل شاهد للبحث الأريد، أبدي بهاي الليالي إن شاء الله. تقول فأنار الله بمحمد ظلمها. هذا محل الشاهد. وأكو بعض شواهد بالخطبة شبيهة بيها، صراحة أمر عليها، حتى مو بس النبي، النبي وآله. الأمة فرق في أديانها، عكف على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، غارقة في الضلال والتيه والبعد والانحراف. تقول الزهراء فأنار الله بمحمد ظلمها، الله أرسل مصباح نور وسراجا، شو يقول القرآن؟ منيرا، رسول الله، إنا يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولهذا شو تقول؟ وأنار الله بمحمد ظلمها. محمد إجا الدنيا ظلمة، الله أنار هاي سولفلهم مهاجرين الأنصار قاعدين، وهاي الخطبة باقية اليوم القيامة كون العالم كله يسمعها، تقول إجا للعالم لقاه أظلم، الله أنار العالم بأبي، بنور أبي، السراج المنير، كما يعبر القرآن مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، اللي هو فاطمة ومحمد وإلى آخره. زين، هو بس ظلم ونور؟ تقول لا، وكشف عن القلوب بهمها. بهمها، أبوي أنار ظلم الدنيا، وبعد كشف بهم القلوب، خفى يعني
الضياع اللي كانت بيه القلوب، التيه 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 اللي كانت بيه شنو القلوب. الله كشف هذا التيه وهذا الجهل وهذا الضياع بمن؟ بأبي، كما أضاء الظلام بأبي. شوفوا شوفوا زين. وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها. الأبصار كان أكو عليها شنو؟ غمم غمام، هذا كان يمنع الرؤية الصحيحة بنور أبي وبعثة أبي وبركة أبي شنو؟ هذا انزال زين. بعد وجلى عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية أو الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الصراط. الأفهم من هاي العبارات أيها الناس، وهذا بحثي، هاي أول فقرة أسأل تقولي هاي بس بالنبي، لا راح تجي حتى آل النبي. أيها الناس إحنا النجاة، خلاصة الكلام، أنا لما أنور طريقك، لما أشيل الغمم عن وجهك، لما أشيل البهم عن قلبك، لما أنتشلك من الغواية ومن الضلال ومن الانحراف، يعني أنا شنو؟ نجيتك صحيح؟ يعني إحنا نجاة لكم، إحنا نجاة. أنا هاي الفكرة اللي أريدها أستوحيها من الزهراء وأبدي ببحث بها. هذا هسه ما أدري وضحت الفكرة؟ هذه فقرات من خطبتها، أجي لفقرات أخرى. مثلا تقول سلام الله عليها، هسه هنا أكو كلام دقيق الزهراء تقوله، أنه بس هذا ما أقدر كله أقرأ. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، إلى أن تقول وطاعتنا نظاما. هاي طاعتنا مرتبطة بس بالنبي، لو بأهل البيت بيها بأولادها، طاعتنا طاعتنا نظاما للملة، نظاما نظام. أخواني وأهم شيء النظام. هسا أنت الآن كل شيء اشتري إذا ما بي نظام ينفع. أنت هذا الكون نقول من الدلائل على وجود الله وحكمة الله وعلم الله، هذا الكون المنظم صحيح؟ أكو عندنا دليل اسمه دليل النظم، درس في الإلهيات، هذا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا ولا ولا، هذا بمحلة وهذا بمحلة وهذا بمحلة وهذا متناسق ويا هذا وهذا درج. هذا النظام لولاه نقدر نعيش؟ باوعولي الزهراء لما تتكلم عن نظام القضية مو سهلة، قضية كبيرة. تقول طاعتنا نظام للملة، فمن دون النظام الملة تكون واضحة يو تكون هلاك. هذه هم تريد تقول النجاة بينا، يعني هاي ملة أبيكم ها إبراهيم، إحنا نظامها، من دوننا تصير عليكم كلوة وبال. هسه حتى أقول لكم قضية أنا قايلها سابقا على المنبر بس الآن هم أقولها. الغير، غير أتباع آل البيت، فتحوا باب الاجتهاد في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع والقرن الخامس وسدوه. ليش سدوه؟ لأنهم بس فتحوا باب الاجتهاد صاروا مذاهب إيش كثر؟ أربعة، والأربعة هم قاموا تفرخ. لا صدق يعني الأربعة هم قاموا تفرخ، ولو أنهم أبقوا باب الاجتهاد مفتوحا لليوم وصلوا إلى 3000 حتى 4000 مذهب وحزب وجهة ودين إلى آخره. ولهذا فتحوه 3 قرون رأسا سدوه، لأن اختلفوا بالدين كعقيدة وكشريعة وكأخلاق من أول باب حتى آخر باب، صاروا كل واحد تحت نجمة. إحنا أتباع آل البيت باب الاجتهاد مفتوح عندنا من زمن الغيبة إلى اليوم، سديناه لو هسه مفتوح مفتوح زين. ليش إحنا ما وقعنا فيما وقعوا فيه؟ اسألنا أحسنتم. أهل البيت خلونا قواعد ترسانية جحفلية، هاي القواعد تشكل أصول ما نقدر نتجاوزها، نرجع لها وإلنا مساحة نتناقش ضمن فهمها ودائرتها، ما نقدر نتجاوزها.
فإحنا ما دام تمسكنا بهذه الأصول والأنظمة اللي خلونا إياها والنظام اللي خلونا إياه، نتشرذم يوم نتشرذم ما نتشرذم. هم هذا النظام ما عندهم، بس فتحوا باب الاجتهاد صار وقعوا في كارثة. ولهذا رسل قالوا أغلق باب الاجتهاد، حرام اجتهاد، حرام ماكو اجتهاد. ذاك يوم هذا يوم سدوا باب الاجتهاد، نظام ما عندهم، احنا عندنا نظام. ما عندهم نظام، احنا عندنا قواعد ما نتجاوزها، عندنا مساحة نتحرك ضمن فهم القواعد، اما تجاوز القواعد غير ممكن. ولهذا سورونا حوطونا حفظونا، اما هم ضايعين، ضايعين في كل شيء. الزهراء تقول وجعل طاعتنا شنو؟ نظاما للملة بعد، وإمامتنا أمانا من الفرقة. إمامتنا نظاما من الفرقة. طبعا لما نتكلم أمان من الفرقة هذا موضوع مو سهل. الله بالقرآن الكريم كما تعلمون يقول للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له ولو أس الآية ما تحضرني، كذا أنفقت كذا ما ألفت بين قلوبهم. يعني تأليف القلوب وجمع الكلمة سهل يو صعب؟ يقول له لو أنفقت ما في كذا وكذا ما تقدر تألف بين قلوبهم، صعب تأليف القلوب، صعب. الزهراء تقول بإمامتنا الوحدة والائتلاف، بإمامتنا نظام الملة. كخلاصة بإمامتنا النجاة ولا ها؟ هذا هم استفيد من الفقرة الثانية في خطبتي كالفقرة الأولى اللي استفدنا منها أيضا النجاة في رسول الله، نانا في آل رسول الله صلى الله عليه وآله. بس هذا وين نريد يأخذنا؟ راح نوصل، بس اليوم تحملوني، اليوم أنا أريد أن أأسس من الليلة الآتية إن شاء الله البحث يكون أجمل وأفضل ومعلوماته أعمق، بس اليوم بعد أريد أأسس الموضوع فيكون شوية مو بال. مثلا فقرة ثالثة وبعد عندي فقرة رابعة حتى انتقل للمحطة الثانية، هاي المحطة الأولى بالبحث حتى انتقل للمحطة الثانية. تقول الزهراء وكنتم على شفا حفرة من النار، وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع. خابصين احنا واحنا وعرب اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع، واني واني وانا الذي نظر الاعمى الى ادب الزهراء. تقولهم جنتوا موطئ اقدام مذقة ما ادري شنو، فلس ما حد يشتريكم، كاتلكم الجوع والوسخ وتلعبون الروح، خلف الله على ابوي غسل عاركم وسوى بروسكم حظ. أحقر أمة بالأمم كنتوا أنتوا، أنا وأنا شنو أنا وأنا خابصين أرواحكم، أسوأ أطباع عندكم. هاي زرا تقول شو تقولهم؟ تقولهم وطبعا لو طبعا استغفر الله، فاطمة صديقة كبرى، وحتى لو مو صديقة لو الكلام يقدرون يناقشوا لها وقفوا لها قالوا سيدتي وقفوا وقفوا وقفوا، صحيح ولا؟ احنا ما كنا هيك، بس لانه الكلام صدق كله بيهم سكتوا. اي اعترضوا، تدري ذول عرب ونافخين ارواحهم وشاي يخشوم ومش حد اللي حاجيهم، قال اوقف اوقف شنو هالحكي هذا؟ اوقف سيدتي اوقف، هاي اهانه إنه سكتوا كلهم سكتوا، الحكي كله صدق. تقولهم وكنتم على شفا حفره من النار مذقه الشارب ونهزه الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام. شنتو شنو؟ موطئ الأقدام. بعد تشربون الطرق وتقتاتون الورق أذلة خاسئين، أذلة خاسئين، شوف تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد اللتيع
يا ولتي والتعب واللي صار وجهاد وجهد أبي الطاهر الطيب وحبيب أمير المؤمنين، سوينا بروسكم حظ وسويناكم أمة تفتخرون برواحكم بين الأمم كلها ببركة أبوي، وإلا منو أنتو؟ هسه هاي الفقرة الثالثة هم تقول النجاة هم يا ولا؟ ها؟ نفهم منها النجاة هم؟ على شفا عفرة من النار، أنقذكم، أنقذكم يعني شنو؟ أنجاكم. أنجاكم دنيا وآخرة، أنجاكم حتى كسمعة دنيوية، وأنجاكم كجنة في الآخرة، وبكل شيء أبوي سوى بروسكم حظ، كل شيء. هاي هم الفقرة الثالثة. أما الفقرة الأخيرة بخطبتها الصغرى، هاي الخطبة الكبرى، الفقرة الأخيرة بخطبتها شنو؟ الصغرى. خطبتها الصغرى بيتها لما عدناها وزرناها نساء المهاجرين وقالوا لها كيف أصبحت؟ قالت أصبحت عائفة لدنياكن إلى آخر كلامها. من جملة ما قالت أنه لو أنهم ولوا الأمر أمير المؤمنين. أحبابي أنتوا وياي لو عفتوني وياي زين، أنه لو أنهم أخذوا كلام النبي في علي. الزهراء تقول لنساء المهاجرين والأنصار تقولهم لو ماخذين حكاية أبي ببعلي لسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه، ثم تقول ولا أوردهم منهم نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه. لو ماشيين ببرا علي هذا اللي يصير. ولا أصدرهم بطانا قد تحير بهم الري إلى أن تقول ولا فتحت عليهم بركات من السماء والأرض. لو ماشيين ببرا علي خلاصة لحصلتم على خير الدنيا والآخرة وبركات الدنيا والآخرة. يعني بالنتيجة هم نجاتكم بمن؟ هم بعلي صلوات الله وسلامه عليه، نجاتكم هم بعلي. هاي المحطة الأولى انتهينا منها، أربع فقرات. هاي الفقرات ما نفهمه منها أن نجاة الكون، نجاة العالم، نجاة الناس في الدنيا والآخرة بمحمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، هاي المحطة الأولى انتهينا. المحطة الثانية وياي رسول الله صلى الله عليه وآله قال في كتب الشيعة موجودة هاي الرواية وفي كتب السنة هم موجودة وياي في كتب الفرقة الموجودة، وأنا مسؤول عن كلامي. تردون المصادر باكر أجيب المصادر، ما عندي مانع. مصادر حاضرة تردوها قولوا نريدها باكر نجيب، بس أنا حتى أختصر الوقت يعني أستفيد من الوقت. في كتب الشيعة موجودة في كتب السنة أنه اليهود لما مات نبيهم افترقوا 71 فرقة، والنبي قال النصارى لما ارتفع نبيهم صاروا وش كثر؟ 72 فرقة. والنبي قال أمتي حالها حال ذيك الأمم، شنو الفرق؟ حالها حال ذيك الأمم. كذلك قال الذين كذا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وخضتم كالذي خاضوا، كما يعبر القرآن. زين، النبي قال ذولاك 71 بعد نبيهم، ذولا بعد نبيهم 72، أمتي من أموت أستشهد راح يصيرون إيش كثر؟ 73. اليهود وحدة يعني 70 فرقة بالنار ووحدة شنو؟ ناجية. النصارى 71 بالنار ووحدة شنو؟
امتي 72 وين بالنار ووحدة ناجية. قلنا هذا الحديث موجود عند الشيعة وموجود عند من؟ عند السنة، والمصادر موجودة. زين، سؤال، النبي لما قال الأمة هذا راح يصير بيها، طبعا هذا مو بس النبي، اكو بحث انا طارحة مشكلة، الابحاث الطارحة واي نزلت ابحاث بعد ما نقدر نكرر، من نكرر خاف بعض الاخوة متابعين وبدأ عيد حكي. في اخر سورة البقرة القرآن هم يتكلم عن هذا الشيء، مو بس النبي، يقول كل نبي يموت قوم يتقاتلون من بعده ويختلفون، واذا تقاتلوا ينقسمون الى قسمين مؤمن وكافر، ولكن اقتتلوا. يقول القرآن الكريم، القرآن يقول مؤمن وكافر ينقسمون قسمين لما يقتتلون، مؤمن وكافر. هاي القرآن يقول اخر سورة البقرة، الايات اللي اولها يراجعون القرآن اسمنا هذا، اولها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله بعده، ولكن اقتتلوا فمنهم كذا وكذا وإلى آخره. بإمكانكم مراجعة الآيات وشوفوا صحة كلام القرآن. هم يقول كل أمة بعد نبيها تختلف، يعني مو بس النبي هم يقول عند الشيعة والسنة، حتى القرآن هم يقول أي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هاي لما اقتتلوا واختلفوا القرآن يقول سورة البقرة. أنا شنو؟ زين، النبي لما القرآن قال، وحتى مسألة في آية أفإن مات أو قتل شنو؟ انقلبتم. أكو ناس وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر شنو؟ هذا قسم وما بدلوا معصومين، وأكو قسم أفإن مات أو قتل شنو؟ انقلبتم. زين، النبي يقول 72 نار وحدة وين؟ بالجنة، والقرآن هم يقسم هذا التقسيم بشبكة آيات قرآنية ما أقدر أوقف عندها كلها، لأن راح يتحول بحثي إلى الصحابة وأهل البيت. وشيخ خلصه، نحتاج 15 يوم نبين الفرق بين دولة ودولة بالقرآن الكريم. السؤال هنا، النبي لما يقول هذا والقرآن لما يقول هذه الحقيقة، النبي صلى الله عليه وآله خلى علامات من خلالها نعرف الوحدة اللي بالجنة و72 بالنار يوم ما خلى؟ هنا السؤال، إذا ما خلى أخو هذا يخالف حكمة النبي صلى الله عليه وآله، ومو بس حكمته، أساس بعثته، وبعث رحمة، وهاي الرحمة واللطف حتى تنقذ الناس صحيح وتدخلهم للجنة. زين، أنت تقول الأكثرية بالنار ووحدة بالجنة، وأنت ما تريد تعلمنا منو بالنار، يعني شنو ضوابط بالنار وشنو ضوابط بالجنة؟ أخو انتفى الغرض من بعثته صلى الله عليه وآله، فالنبي لابد يخلي ضوابط. هذا اللي قال أمير المؤمنين، قال له الحق ما يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. زين، الحق مشخص إلى ضوابط، لو النبي تركه هكذا إلى ضوابط، الحق اللي هو النجاة، هاي فقرات نجاة اللي الزهراء تقول النجاة إحنا. زين، من هذه الضوابط اللي وضعها النبي صلى الله عليه وآله أحاديث مجمع عليها عند الخاص والعام لا نقاش فيها، وياي لا نقاش فيها لا عند الشيعة ولا عند يعني بعبارة أخرى أيها الأحبة، أكو أحاديث قالها النبي بأهل البيت إحنا نرويها أتباع آل البيت، هسه غيرنا يقبلها ما يقبلها، ما زاد حنون في الإسلام يريد يقبلها ما يقبل، كيف أنا عندي ثابتة وهذا يكفيني وأنا أمتي معصومين، أنا ما محتاج غيري بصراحة، ما محتاج غير، يقبلها ما يقبلها هذا أمر عادلة ما يهمني. يعني أكو أحاديث مجمع عليها عندي وشنو وعنده، مثلا وهاي تشخص النجاة محصورة بمن حتى نفرق بين 72 والوحدة. مثلا من الأحاديث المجمع ما أنكرها حتى الناصبي ابن تيمية، حتى الناصبي ابن تيمية ما أنكرها، حديث الثقلين مثلا، كتاب الله وعترتي، مو أصحابي عترتي، مو أمهات المؤمنين عترتي، كلامي مو حديث الثقلين. بعد هاي الفقرات الأربعة تقول إحنا النجاة، من الأحاديث المجمع عليها عندنا وعند غيرنا متفق عليها صحيحة
على شرط حتى البخاري وحتى مسلم كما قال علماؤهم ما يسمى بحديث السفينة. هنا كلامي، لأن الأربع فقرات تقول أبويا وإحنا النجاة. حديث السفينة حديث متفق عليه بين الخاص والعام، وقد اعترف الجميع باستفاضته لا بل بتواتره. بل أيها الإخوة، هذا أنا بحثي أريد أمشي به. بل أيها الإخوة، مجموعة كبيرة من علماء الغير مو فقط ذكروا الحديث في مصادرهم وياي، ولا فقط صححوا سنده، لا بل أضافوا أمرا ثالث، وهذا دليل على قوة الحديث. توقفوا حتى عند فقه الحديث ودراية الحديث، قالوا لنفهمه من الحديث 1 2 3 4 5، هم من علماء الغير مو من علماء. ذني راح اجيني بسرعه. انا اللي يهمني من حديث السفينه شنو؟ النبي يقول اهل بيتي سفينه نوح باعوني. راجعت كل ايات سفينه نوح بالقران، والنبي يقول اهل بيتي كسفينه نوح. فكل ما لسفينه نوح في القران لآل محمد بأضعاف. شلون نثبت هاي الحقيقة؟ بالبداية نجيب خصائصها بالقرآن، بعدين نجي لمحمد وآل محمد الأضعاف. شلون نثبت هذه الحقيقة؟ والزهراء بأربع فقرات في خطبتها الكبرى والصغرى تقول إحنا النجاة، وحديث السفينة يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينتي نوح من ركبها شنو؟ نجا نجا، ويحب النجاة، ومن تخلف عنها غرق وهوى. أتصور الآن اتضح البحث، هذا هو كل البحث بمحطتين، وللبحث محطات أخرى، بس على كيفنا بالسرة ما مستعجلين، حتى إذا ما نكمل هنا عندنا 3 أيام بالسماء ونكمله، وانتم تكونوا تتابعون بعد ما دام الفضائية موجودة انتم تتابعون. هذه أبحاث مهمة أيها الإخوة، حتى الكون كله يعرف حقنا، حتى نطلع كذب اللي كانوا يكذبون على جماهيرهم، ونبين احنا شنو سبب تمسكنا بآل محمد سلام الله عليهم اعتباطا لو الله امرنا بذلك. كما سيأتينا سأكون ابحاث مفصلة راح تجي قرآنية معمقة اطرحها لأول مرة على المنبر، ابحاث متعوب عليها راح تجي ان شاء الله تعالى. بس شوي شوي الليلة بس اسس، الليلة بس اساس، بكرة نبدي. مثلا قبل لا أقرأ لكم شيء من هذا الكتاب أقول لكم مقدمة تفيد معلومات لشبابنا، ضيف معلومات لشبابنا، وإن كان الساعة بدأت تداهمني. أكبر موسوعة أقدر هيك أقول، ما أدري أقدر هيك أقول، أكبر موسوعة في تاريخ التشيع لإثبات أحقية آل البيت من كتب أهل السنة هي موسوعة عبقات الأنوار للسيد حامد اللكهنوي الهندي رحمة الله عليه. مشكلة هذا السيد مظلوم ما حد يعرفه. الآن لما تسأل عن أعظم موسوعة في تاريخ التشيع مثلا لإثبات أحقية آل البيت من كتب السنة مثلا، يقولون الغدير للشيخ الأميني رحمه الله، مع أن الشيخ الأميني في المجلد الأول من الغدير يقول أكثر كتاب استفاديت منه عبقات الأنوار السيد حامد. هسه تقول لي قرابة 50 مجلد إثبات أحقية آل البيت فقط من مصادر القوم، فقط 50 مجلد، شيء مرعب مخيف. هسه تقولي ليش مسابعين عبقات الأنوار؟ لأن كتب باللغة الفارسية، مع الأسف لم يكتب باللغة العربية، فلم ينزل إلى السوق العربي. هسه تقولي ما حد ترجمة هاي الفترة من زمن سيد حامد الله يرحمه، ما حد ترجمة مع الأسف لليوم كموسوعة كاملة، ما حد ترجمها لليوم مع شديد الأسف. وهذا هذا يشكل ما أدري شو أقول، يعني خلل، خلينا نخفف العبارة، وأنا ما أريد أقول عبارة ثقيلة، هذا يشكل خلل عندنا. معقول يعني موسوعة بهالعظمة من يوم تأليفها لليوم ما حيترجمها حتى نستفيد منها؟ إخواني سيد حامد كان بالهند
أمهات مصادر السنة المخطوطة اللي أهل السنة لليوم ما عندهم هاي المخطوطات كانت بمكتبته وينقل عنها. بحيث أقولكم قضية، بعض الدراسات للماجستير والدكتوراه الدينية تحمل طابع ديني في البلدان الأخرى العربية أخذوا بعض الروايات إلى آخره اللي رادوا يثبتوها لتلك المصادر الأساسية الما موجودة عندهم، لجأوا من حيث يريدون أو ما يريدون إلى عبقات سيد حامد ونقلوا عنه ما موجود فيه نقلا عن تلك المصادر. شوفوا شوفوا، ينقل عن أمهات المصادر سيد حامد، ومكتبته في الهند كان يضرب بها المثل بسعتها وأهمية الكتب الموجودة فيها المخطوطات اللي بيها. وياي أحبابي، هاي الموسوعة انبرى لها علم من أعلام الشيعة مؤخرا وهو حي يرزق، اللي هو سماحة آية الله السيد علي الميلاني حفظه الله. أكو سيد علي الميلاني الخطيب اللي كان نزيل مشهد توفى رحمه الله، رحمة الله على روحه الطيبة الطاهرة، سيد جليل طاهر لعلكم تعرفوه، خطيب حسيني. لا لا، أنا أقصد آية الله السيد علي الميلاني، سيد المجتهد اللي الآن موجود في حي يرزق. هذا السيد اختصر موسوعة عبقات الأنوار وترجمها للغة العربية مع الاختصار، سواها 20 مجلد، 20 مجلد، فسماها نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، 20 مجلد، مجلد كامل من تلخيص تلك الموسوعة لحديث السفينة من كتب أهل السنة. أنا هاي هوستي كلها على هاي المعلومة، حديث السفينة، بس إذا ما قدم لها هاي المقدمات الحكاية ما يكون لها أهمية عندك. وأضيف لك معلومة مهمة، ري شبابنا أهل وعي، مجلد كامل من تلخيص الموسوعة حديث السفينة فقط، هذا فقط مصادر من كتبهم، مصادر من كتبهم، ومن قال بأنه صحيح السند، ومن قال ومن قال، مو ومن قال فقط، ومن استفاد منه ما استفاد، يعني من فرع عليه وبين فقهه ودرايته ومعانيه وأوجهه. هذا حديث السفينة اللي هو المجلد الرابع في نفحات الأزهار في خلاصة العبارة، حديث السفينة هذا كله بس حديث السفينة من كتبهم حصرا. السيد أول ما يبدي سيد حامد رحمة الله عليه يجيب أسماء الرواة لهذا الحديث كلهم صحابة، وبعدين من خرجه من علمائهم بالجزء والصفحة وشنو الحديث، لأن العبائر هم تتغير من مصدر إلى مصدر، تزيد بعض الكلمات وتنقص. يعني أضرب لكم مثال، مثلا مصادر أكو بيها تكملة مو بس حديث السفينة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، أكو بعض المصادر شو تضيف تقول هذا نفس الحديث، وهم باب حطة من دخله كان آمنا، تخلي هذا ويذاك تقول هذا نفس الحديث باب حطة. هنا ناقل السيد عن مصادرهم مو بس باب حطة، تقول مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا من تخلف عنها غرق وهوى، دور شو تضيف تقول وهم كنجوم السماء كلما غاب نجم شنو طلع آخر، يعني تخلو منهم الأرض أو لا تخلو؟ ما تخلو، هاي بكتب السنة، الأرض ما تخلو من هذا البيت، هاي بكتبه ما تخلو منهم. مثل النجوم يغيب نجم يطلع نجم، هاي بكتبه. فبعض المصادر تضيف هذا الحديث ويا حديث السفينة، تخلي باب حطة ويا حديث السفينة، أقول هذا الحديث عالم عالم عالم، ولهذا أريد أدخل بأعماقه بتفاصيله، بس الليلة ما راح نقدر، الليلة بس نبين. طبعا هسه السيد ذاكر أول من مثلا من علمائهم اللي ذكروه محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المتوفى سنة 204، أحمد بن حنبل راوي الحديث، مسلم صاحب الصحيح، ابن قتيبة الدينور المتوفى 276، الشافعي 204،
مثلا وهكذا. هاي كل مصادر، كل مصادر. وهكذا هنا هم مصادر من التابعين إلى آخره. بعدين شي ضيف، هذا آخر شيء أريد أقوله بسرعة وياي. بعدين شي ضيف السيد رحمه الله، يضيف ما استفاده علماؤهم من هذا الحديث. طبعا هذا راح أجي مفصلا، مو الآن، الآن فقط أشير له، أشير له الآن، وإلا هناك راح أجي حكي مفصل قرآني عميق وبأبحار جديدة. هذا بعدين نجي محطة أخرى. مثلا يقول من جملة ما استفادوا من هذا الحديث وجوب اتباعهم. هاي علماءهم قالوا، قالوا ننفهم أولا حديث صحيح. أئمة مذاهب اثنين راوي، الشافعي راوي وأحمد بن حنبل راوي، وهذا راوي وذاك راوي، ما نقدر ننكره. زين، أول شيء مثل أهل بيتي فيكم كمثل شبيت من ركبها نجا من تخلف غرق. يقول هذا معناكم اتباعهم، وجوب اتباع. زين، جا أدري إذا وجوب اتباعهم ليش نمشي برا غير شو؟ ما نعرف. ابن خلدون، ابن خلدون هذا اللي الآن تكتب رسائل ماجستير، ابن خلدون علم الاجتماع، ورسائل دكتوراه ابن خلدون في مقدمته المشهورة، مقدمة ابن خلدون، يجيب المذاهب أبو حنيفة شافعي فلان فلتان علان نطيحة متردية موقوذة ما أكل السبع. بعدين يوصل الإمام الصادق سيد العلم والعلماء يقول وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. شوف الحقارة، شوف النصب. يذكر النطائح، يذكر المتردية، يذكر ما أكل السبع، يذكر هاي كلها. يقول ما يخالف ذول أهل الفقه وأهل الحديث وأهل العلم ودراية. يوصل لسيد العلم والعلماء يقول وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. طبعا انفردوا به، تدري ليش انفردوا به؟ لأن النبي قال اللي راح ينجون 72 يو فرقة واحدة. النبي قال فرقة واحدة راح تنجي 72 بالنار، فطبعا هم انفردوا لأن هم فرقة واحدة. طبعا بس هو غبي ما يفهم. أنا لو يفهم هذا الحديث والله ماذا يقول وفقه انفردوا، فقههم خاص بهم. طبعا مو النبي قال لكم فرقة دينها واحد، عقيدتها واحدة، أحكامها واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن بما أن القرآن من الله ما بيختلاف، آل محمد من الله، الله دازهم، ما عندهم اختلاف لا في صغيرة ولا في غيرهم، مثل ربعك كل واحد شكل. فطبعا هم انفردوا به لأن هم الفرقة الوحيدة في الجنة، البقية إلى آخره. فأنت ما تفهم هذا الحج، ما مك هذا الحج. نعم، إيه تعصب، عصبية، نعم، حمية الجاهلية كما يسميها القرآن الكريم، حمية الجاهلية. شوفوا وجوب اتباعهم. بعد ايش فهموا علماء السنة من حديث السفينة؟ اتباعهم يوجب النجاة، واحنا ببحث النجاة. بعد ايش فهموا؟ طبعا هاي كل السيد متكلم بيها، دلالته على أفضليتهم. بعد دلالته على وجوب محبتهم. من تخلف عنهم ضل، هم الميزان لمعرفة المؤمن والكافر. دلالته على لزوم الإمام في كل عصر، باعتبار في كل عصر أكو ضلال أو ماكو ضلال. فما دام أكو ضلال المفروض شنو أكو؟ سفينة. ما دام النبي هيك قال، قال ذول سفينة نوح، فما دام أكو طوفان ضلال يعني يكون أكو شنو؟ سفينة. السفينة تمثل واحد منهم. احنا الان بسفينة رقم 14 صحيح؟ وهكذا وهكذا وهكذا. اخر شيء اقوله واروح المصيبة خلاص. بعد هذا ايضا هسه اليوم اسسنا ان شاء الله، وبكرة نبدي ننتقل إلى محطة أخرى. اليوم فقط أسسنا للأحبة. مثلا هاي موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنة للسيد سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعش النجفي.
المجلد الرابع، موسوعة كبيرة قرابة 40 مجلد طبعا هي، الباب هاي كلها من كتب السنة بعد، موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنة، أنهم سفن النجاة ومثلهم مثل سفينة نوح ومثل باب حطة. شوف ليش قلت لكم نفس الحديث في بني إسرائيل، أو حديث النجم، أو يا حديث السفينة، ينقل عن من؟ أنس بن مالك صحابي، أبي ذر الغفاري صحابي، ذولا كلهم راوي، أبي سعيد الخدري صحابي، سلمة بن الأكوع، أبي الطفيل، عبد الله بن الزبير العدو اللدود لآل محمد، عبد الله بن عباس الحبر هم راوي، علي بن أبي طالب راوي، محمد الباقر بكتب السنة، هاي كلها بكتبهم، هم راوي عن ذولا بكتبهم مو بكتبنا. الإمام الباقر راوي، أبو هريرة هم راوي، والله زين أبو هريرة يطلع منا خير، والله نعمة خوش هاي. هاي تحسب لأبي هريرة بصراحة. أبو هريرة ملاحظة هم راوي بعد، شيء يعني شلون نثبته لهم؟ أبو هريرة وراوي بعد. هسه أنا مع الأسف ما خليت رواية أبو هريرة نصها حتى أقراها، ما أدري أقدر أحصلها هسه لو هيكون على كيفي وأشوف شلون المهم ما محضر لها، يعني ما مأشر عليها أنه أبو هريرة هم راوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أبو هريرة لقيته، أي هاي عن أبي هريرة، هاي كتب السنة عن أبي هريرة، فرائد السمطين للجوين الشافعي المصدر السني، مجلد 1 36 37، رقم الحديث 1، وأيضا في أرجح المطالب لعبد القادر الجيلاني 461 رقم الصفحة. شنو الحديث عن أبي هريرة وقت راح؟ لما خلق الله آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور 5 أشباح سجدا وركعا، قال آدم يا رب هل خلقت أحدا غيري؟ شنو ذول الخمسة؟ قال لا يا آدم، قال فمن هؤلاء؟ طبعا من طين قبلي، هل خلقت 5 من طين قبلي؟ أي من طين قبلي؟ قال لا يا آدم، قال فمن هؤلاء 5 أشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي بشر يعني؟ قال هؤلاء 5 من ولدك لولاهم ما خلقتك، بس أنت من طين ذولا من نور. بعدين يقول له يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم يعني أنجي البشر وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبي نحن سفينة، هاي أبو هريرة ينقلها، نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت، لأن احنا سفينة. هاي بكتبهم 5 أشباح وقبل آدم كتبهم، والله يقول له لو ما ذولا ما خلقك الآدم كتبهم، حتى تشوفون الحق العدنا، وأوجه كلامي حتى غيركم أقولهم هذا الحق العدنا. فش تسوي؟ هاي أبو هريرة راويها عن رسول الله. بحثنا صار محطتين مو محطتان حتى الآن، المحطة الأولى فقرات من الخطبة، المحطة الثانية ارتباط البحث بالفقرات من خلال حديث السفينة أثبتناه كمصادر. الدور نجي إلى نفس الحديث كمعرفة وكفقه دراسة قرآنية وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة ومهمة وأبحاث قرآنية جديدة، هاي كلها نأجلها إن شاء الله تعالى إلى الليلة الآتية. الآن خلونا نروح نوقف على باب النبوة والإمامة، باب بيت النبوة والإمامة، وندق هذا الباب وناخذ فيض من هذا الباب ونقدم حوائجنا عند هذا الباب ونطلب ما نطلب من أصحاب هذا الباب، وهذا الباب ما ينغلق مفتوح، والله ما انغلق هذا الباب، والله ما انغلق هذا الباب، لأعداء آل محمد ما انغلق هذا الباب،
مروان لما رادوا يقتلوه جا زين العابدين، زين العابدين فتح له الباب، يسد الباب فتح له الباب، دق باب زين العابدين بيديه الملطختين بدماء آل محمد، فتح له الباب وقال له اهلا وسهلا ومرحبا، هلا بيك انت بشده، احنا اهل البيت نرحم الانسان لما يوقع بالشده، ايش رايك مروان؟ اكل حاضر، فلوس حاضر، تلبت يمي حاضر، تخلي عائلتك وانت تريد حاضر، شو تريد؟ قال له خلي عائلتي، قال له يا بنات محمد ياكلن ويشربن، توكل على الله. فهذا الباب لما ينغلق المروان ابن الحكم ينغلق علي وعليك، تصدق انت هذا الحكي؟ شلون الحكي يعني؟ ما ينغلق هذا الباب، حاشا لله ان ينغلق هذا الباب. بس مشكلة هذا الباب ما رحمت الناس، يوم حرقوا يوم كسروا يوم 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 ما رحموا الناس هذا الباب. وفاتحة المصائب على آل البيت من هذا الباب، حيث وقفت خلفه أم النبوة والإمام. الله أكبر. وقفت خلفه أم النبوة والإمامة تشكو إلى الله وإلى أبيها وهي تقول: أبتاه يا رسول الله، انظر ما صنع بي فلان من بعدك يا حبيب الله، وعصروها بين الحائط والباب وأسقطوا جنين. احنا بكربلاء الحسين، احنا بمدينة الحسين، احنا بحمى الحسين بضيافة الحسين أبو علي. اي والله يا الباب كان بيها مزمار، نبت المزمار وفي صدري يا ويلي عليك. شلون اقرا هيك يا ابو السجاد؟ شلون وانا بقاعك وانا بمضيفك وانا بحماك وانا بعرضك، شلون اتجرأ هيك اقول يا ابا عبد الله؟ بس انتم والله لو لم تامرونا ما نتجرأ هيك يا ابا عبد الله. صعب هذا صدر أسرار النبوة والإمامة يتجرأ عليه صعلوك من الصعاليق ويدخل بزمار بيصعب. سيدي فرضا تقول لما دخلوا إلى الدار وأخذوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، جئت إلى سيدتي واقفة ورا الباب أرد أشوف إيش صار بي، شفت جنينة مسقط يا ويلي، وشفت الدم يزيل من صدرها المزمار مخترق صدرها وخرد الباب، وقعت فاطمة على الأرض مغمى عليها تقول رششت على وجهي الماء، ما إن أفاقت صاحت يا فضة وين أبو حسين. والله صاحت يا فضة وين أبو حسين، خلى يشوف دمعي على الخد. وين علي؟ والله خلى يشوف دمعي على الخدين، يا فضا انكسر ضلعي وطاح الجنين، يا بائي الجنين يا فضا هسه خلي يحضر الكرار، هسه خلي يحضر الكرار. فضا جيبي عباتي أرد أدخل للمسجد لأن علي ما راح يبايع، ما يبايع علي قتلوك، وندخل وراهم أخلص الأمير المؤمنين. عجيب سيدتي وضعك ما يساعدش، قالت لي أبد كون أروح، أتكئ عليك وعلى الحسن والحسين. جيب عباتي لأبايتها، قالت لها دخلين للمسجد، دخلتها للمسجد، جماعة ماخذين علي وإذا يتفاجئون فاطمة وراهم. أوه شغلنا كله راح يخرب، رجعوها. قال القنفذ، قال الخالد بن الوليد اجوا حاله وبينهم وبينها، قلت لهم ورا علي ورا علي وما ارجع الا بعلي، ما ارجع الا بعلي. قالوا له هاي ما ترضى ترجع، قال لهم استعملوا معها الضار بسياطكم، ضربوها على راسها، ضربوها على متنها، على يديها، على عينها، على وجهها. في الرواية خالد بن الوليد كان يضربها بقراب سيف في بطنها، لعن الله ظالم، وهي تقول لا أرجع إلا بين الحسن. علي ابتعد عنها، هم داروا عليها يضربوها بعد ما تلحق بعلي،
شو تسوي؟ علي ما راح يبايع يقتلوه، اذا قتلوه انتهى الاول والتالي. قالت بقى اماني شي واحد اخر الدواء الكي. هددتهم قلت لهم والله اذا ما رجع علي اكشف عن راسي، والله اكشف عن راسي وادعو الله ويستجيب دعائي. ارتفعت حيطان مسجد النبي، هبت ريح في المدينة، اصطفقت أبواب أهل المدينة. الجماعة خافوا ورجعوا لأمير المؤمنين، وضعت يدها في يد علي ورجعت للدار. الشاعر يقول انجحت يا زهرة، انجحت يا زهرة، رديت علي ورجعت يا الزهرة، رديت علي، رديت علي. اي وش تريد تقول؟ يا برديت علي ونجحت يا الزهرة، ورجعت يا الزهرة، ورجعت يا الزهرة، ورجعت يا الزهرة، بس مو مثل زيانة. والله رديت علي ورجعت يا الزهرة، يا الزهرة، بس زيانة بتقوم وتقع الغبرة. يا بابا الزينة بتقوم وتقع الغبرة، من طاح ابو اليمة من ظهر مورة. هذا الموقف يختلف عن ذاك الموقف. والله من طاح ابو اليمة من ظهر مغرى، يا من ظهر مغرى. اجا الشمر وتربع على صدره، والله على صدره وصلت بس ابو السجاد فات ما لحقتي. والله وصلت بس ابو السجاد، ابو السجاد فات. سيدتي ماكو مثل يوم زينب، عندي نعي بعد، بس المشكله بقلي دقيقتين فقط، ولهذا بديت بسرعه واختم. سيدتي ماكو يوم كيوم السيدة الطاهرة زينب. زينب وصلت للحسين تقول له يا حسين والله مصابك ومصاب، تقول له يا حسين والله مصايبك ومصاب، وجانوني لك بالقلب لها. خويا من نومتك، من نومتك هاي على التراب، وعلى التراب حتى الصخر لو شاف كذا. يا محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقضي حوائجنا يا الله، اشف مرضانا يا الله، يسر أمورنا يا الله، فنا شر الأشرار كيد الفجار، طوارق الليل والنار، بمحمد وآله الأطهار يا الله. مجاهدينا ثبت أقدامهم يا الله، اربط على قلوبهم بالصبر يا الله، سدد رميتهم يا الله، أرجعهم إلينا سالمين غانمين منتصرين بولاية أمير المؤمنين يا الله. المؤسسون تقبل أعمالهم، أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم، اكتبوا في صحائف أعمالهم يا الله. إلى أموات المؤسسين، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.